رغم اتفاق آراء معظم المختصين والباحثين في الشؤون الأمنية والإنسانية أن الانتهاء من معضلة مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا اللذين يضمان عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي لا يتحقق إلا بتفكيكهما وإعادة هذه العوائل إلى بلدانها الأصلية، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال يؤجل هذا الملف رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. مديرة مخيم الهول جيهان حنان حذرت خلال تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط من خطر بقاء عوائل عناصر تنظيم داعش في مخيم الهول وروج، مشيرة إلى أن القسم الخاص بالأجانب داخل مخيم الهول يضم 7700 شخص، 90% منهم أطفال، حيث يشكل بقاء هذه الأعداد إلى جانب خلايا تنظيم داعش الإرهابي خطرا كبيرا. جيهان حنان أشارت إلى أن المخيم يشكل عبئاً كبيراً على عاتق الإدارة الذاتية بمفردها، مطالبة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بمحاربة خلايا التنظيم داخل المخيم والضغط على شركائه لإعادة جميع رعاياهم إلى بلدانهم الأصلية. مديرة المخيم كشفت أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها المتواجدين في المخيم وأخرى تتنصل من إعادة جميع مواطنيها، مؤكدة أن هناك حكومات استعادت حالات إنسانية فقط لكنها رفضت استعادة باقي رعاياها. ووفقاً لإحصاءات دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإنه على مدار 4 سنوات استعادت نحو 30 دولة فقط 400 امرأة وأكثر من 1000 طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.